هلا والله شباب، جيناكم اليوم مقطع جديد بقناة ابن الجولان. قبل ما نبدأ بأي شيء أتمنى تشترك بالقناة وتفعل الجرس وما تنسانا من لايك. حاب أذكركم في روابط بالوصف، أتمنى تروحوا تشتركوا عندهم، قناة ابن عمي وقناة كريس بيبي ومالك وجي سوات يستاهلون الدعم. شباب حاليا مثل ما تشوفون في بيت هان قاعدين نريده، بيت أسطوري، موارد أسطورية وبرضو يعني دبل حماية. خليكم مع المقطع.
طبعا شباب حاليا مثل ما تشوفون وصلنا لقلب البيت، وصلنا لعند التي سي، ظلت شباك هذا بيننا وبين التي سي، وهم حاليا اونلاين عندهم بيت ثاني، جونا من البيت الثاني جابهم اسلحة على اساس يسوونا مثل ما تعرفون انه سبرايز من ورا، الا انه في عنا حماية، في مجرم وعيوب ورانا قاعد يكبروا لنا، لقوهم بوجههم وقتلوهم، وطلع فوتكا برضو يساعدهم ورجع لهان مشان التي سي، لانه انا خلصت مثل ما تعرفون او مثل ما تشوفون الروكت عندي خلصت. قدروا لنا او قدروا لنا الموارد الموجودة جوا، يعني انطونا اياها من 10 موارد حلوة ولا لا، او خليكم مع الفيديو. حاليا شباب جينا لعند ويتهم الثاني، لحقناهم سوينا ريبورت مشان نعرف وين مطرحهم بالضبط، كانوا قريبين منا لانه كانوا يسووا مكرر فرق، كل شوي يجونا بسلاح جديد
يعني مشان يحاولوا هم يفشلوا عملية الريد البيت الأول. لحقناهم لهان، كانوا مسوين التصميم هذا، كان شوية تصميم فاشل لأنه مو مطورينه كامل حديد أو ريدو إيزي. ريدنا طبعا بالطلق شوية ديناميت يعني مشان الحديد، وكملنا عليه بالطلق يعني بالطلق الأزرق العادل M4، يعني ما مو طلق متفجر بالضبط مثل ما تشوفون الحالة هاي. كنا نريد البيت راحت علينا. نوني
طبعا مثل ما شفتم البيت وقعناه برصاص وشوية ديناميت يعني مو زيادة، ولقينا أبو الموارد الأسطورية هاي تقريبا صندوق كم بودر وصندوق سيلفر محروق ودروعه وبرضو ايكيات وأسلحة خرافية مع طلق. لها نكون وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى يكون عجبكم المقطع، إذا عجبكم حط لايك وإذا ما عجبك برضو حط ديسلايك. ونختم الحلقة بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.